بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. في مستهل هذه الآيات بشارة لأولياء الله الذين وعدهم جنته: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. نعمة الله جل وعلا أن أهل الجنة لا يكدر عليهم شيء، حتى مرأى النار، حتى رؤية النار أو أهل النار الذين معذبوا فيها ما يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، مبعدون عن النار، لأنه كتب الله لهم الحسنى، الحسنى الجنة. قال لا يسمعون حسيسها، أي شيء يدور في هذه النار وما يحصل لهم من عذابات أليمة، نسأل الله يعيذنا وإياكم من النار. هذه النار التي وصفها، يعني جاء في بعض أوصافها أنها يؤتى بها يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، قيل تجر تسحب لها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وشف عاد الملائكة اللي يجرونها وش وصفهم، ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقة مسيرة 500 سنة، وش ضخامتهم. ومع ذلك أهل الجنة الذين وعدهم الله لا يكدرهم أي أمر من هذه التي يعني أعدها الله لمن كفر به، ومن جحد، ومن سار على غير هدى نبيه صلى الله عليه وسلم. وشلون تحصل على الجنة؟ سهلة، التوحيد والسير على طريق النبي. ما في شيء صعب في الدين، ما في شيء صعب. التوحيد، قول لا إله إلا الله مخلصا بها، مصدقا، تعمل بأركانها وشروطها، وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ما في شيء صعب في هذا الدين، ولله الحمد. تشهد أن لا إله إلا الله، وتشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، توحد الله وتتبع نبيه، هذه لك الجائزة الحسنى الجنة. ثم يحصل لك أيضا المكافأة: لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. يوم القيامة تراه يحصل أمور ما الواحد ولا تستطيع تتصورها. يكفي أن تعلم أن هذه الأرض تتبدل، والسماء والبحار تتفجر، والماء يصير نار، والكواكب تتساقط، كل هذه تحصل يوم القيامة. هذا الفزع العظيم، المؤمنون الموحدون المتبعون لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يحزنهم الفزع الأكبر، بل وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تجيهم بالنجائب، الرواح للنوك، ويحملون عليها، يلا جايين وفد إلى ربهم جل وعلا، إلى جنته. فنسأل الله أن يجمعنا وإياكم ووالدينا ووالديكم في جنات النعيم، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، جزاك الله خير وبيض الله وجهك. كذلك نسمع من أبو نايف شيء من التدبر والتأمل في هذه الآيات. بسم الله. سبحان الله العظيم يا أخي. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ووالدينا ووالديكم، آمين. التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويحضرني هنا الآية الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى إيش؟ وزيادة. سبحان الله العظيم. ما هي هذه الزيادة؟ هي النظر إلى رب الله سبحانه، النظر إلى الرب سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وإذا قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، جاء في حديث في مسلم عن صهيب الرومي: إذا دخل أهل الجنة الجنة، الله يجعلنا وإياكم منها، يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا، ألم تغفر ذنوبنا، ألم تستر عيوبنا، ألم تدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب: فما أعطي أهل الجنة ألذ من النظر إلى وجه ربه.
فيا أخي والله يا أخي إن نسمع مثل هذه حقيقة نزهد فيها، يعني معصية صغيرة قد تحرم من جنة وتحرم من النظر إلى ربك سبحانه وتعالى. فلذلك حاول الإنسان يجتهد، هي العمر قصير، العمر قصير مهما يعني أعمار أمتي بين 60 و70 وكلنا الآن كنا تجاوزنا 60. فلذلك الإنسان ينظر لحاله، ينظر إلى هذه الجنة ويسعى ويبذل، يبذل لها بقدر ما يستطيع، يدعو لوالديه بالجنة، يدعو لذريته والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من أعمال. والله ما أجملها إذا دخلت الجنة ولقيت أمامك ولقيت أبيك ولقيت عييل كلهم حولك، لا عاد في ذا على سرر متقابلين، لا عاد فيه شراء ولا عاد فيه أسواق ولا فيها زحمات ولا عاد إلا شيء ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب بشر. فلذلك يا أخواني والله يا أخي أقول لنسعى في هذه الجنة، نسعى ونبذل ولا تقنط، لا تقنط. إن الله أنزل 99 رحمة وأنزل رحمة واحدة عند 99 رحمة، أنزل واحدة وبقي عند 99 دخلها العباد. فلا نقنط من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله يبيض وجهك ويرفع قدرك، وعلى أن الكلام قليل لكنه جزاك الله خير واصل، وأسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة كذلك.